كفايه. كنعرف الفريق المنافسي، فريق ديال فريق ديال الالقاب، فريق اللي عنده عناصر مجربه. جينا لعبنا باقتصاد او في الشوط الاول. في الشوط الثاني قمنا بعض التغييرات الحمد لله، لقطات الاكل ديالها سجلنا هدف، ما حطيناش يدينا، بقينا نامنوا بالقدرات ديالنا. الحمد لله انتصار اليوم على المغرب الفاسي كيبقى انتصار اللي يعطينا واحد خطوه كبيره ان شاء الله باش نعتقوا من خير من نزول. شنو هو خويا اول عمل كنا قمنا بالتربص وخدينا واحد المقابله هذا الاسبوع هذا اللي كانت راحه، خدينا مقابله مع فرق الجيش الملكي، شدنا القدرات ديالنا حاولنا نصلحو ما يمكن اصلاحو. اليوم جينا عند فريق المغرب الفاسي تيران ديال الملعب حسن الثاني بالمناسبه هذه اللي عنده واحد الذاكره كبيره في الجميع الرياضيين. امنا بالحظوظ ديالنا، فرق المغرب الفاسي كيبقى فرق كبير، انتصار على المغرب الفاسي كيبقى انتصار ديما انتصار في المستوى. الحمد لله هذا الانتصار هذا، وغنشوفوا ان شاء الله واحد خمسه المقابل ان شاء الله باش نشوفوا اكبر عدد من النقاط باش نتعتقوا ان شاء الله من القسم الوطني الثاني. كل شيء واحد تما يخرج من هذه الازمه يوسف برشي حضور الفريق باش يخرج من هذه الازمه ويتفادى النزول للكاس باش شوف الاخوان. حنا البارح درنا الديبار حتى 12 الليل وصلنا حتى 5 الصباح اكراه. واول حاجه كنشكر اللاعبين اللي كانوا رجال الحمد لله امنوا بالقدرات، دخلنا للمدينه فاس حتى 5 ديال الصباح وراكم عارفين الاجراءات ديال الطريق وديال هذه. نطلبوا الله سبحانه وتعالى الهدايه ديال الجميع باش تلم الاسره ديال يوسف برشيد باش نحققوا نتائج ان شاء الله ايجابيه في 5 دورات. للمزيد من المعلومات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.